إسكان، الكلمة دي هي في حد ذاتها بتشكل ثروة من أهم الثروات اللي موجودة في مصر إن أحسن استغلالها. بالقائمين عليها سواء في الحكومة أو في مجلس النواب هتحل كل مشاكل مصر وكل الدين الداخلي الضخم جدا، أو هتحل أكبر جزء 3/4 المشاكل إن أحسن استغلال هذه الثروة. إحنا في مصر لحد اللحظة دي سيادة النائب أحسن استغلال الثروة دي ولا لأ؟ لأن أنت عندك سوء تخطيط وسوء إضاءة، وعندك يعني حضرتك حاجة بسيطة قوي. القانون بتاع التنسيق الحضاري يقول لك إيه؟ الأرض دي آثار، المبنى اللي عدى عليه 100 سنة ده آثار. طب تمام يا عم، تيجي أنت حضرتك مش لاقي تاكل كشعب كمواطن صاحب الملك ده بتاع جدك. الحكومة تقول لك خليه زي ما هو، وأنت عايز تهد وتعمل أرض. فالحكومه ولا تعوضك وتوقفوا لك اثار، فاضطر الناس تعمل ايه؟ يخشوا بيلي كصافي العمدان غطبة الطبق وخبوا الحكم ويبيعوا عقد. طب ليه بنعمل كده؟ طب ما انت حضرتك تيجي تقول له يا عم كنت انت محتفظ ده كاثار، اجي اقول له يا عم الارض دي تمنها مثلا 20 مليون وانت في قنا، هديك بما قيمته 20 مليون ارض متوافقه في الصح وخدها يا سيدي. لكن انت ولا ترحم ولا تخلي احمد ربنا تنزل.